حياتك. أعزائي مشاهدي قناة لوبس في كل مكان في العالم، معاكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج حياتك في كتابك، ومعانا مرة تانية الأخ أو الأستاذ بشاي جبرة. برحب بك أستاذ بشاي. أهلا بك جان، وأهلا بكل السادة المشاهدين، ويا رب تكون حلقتنا أو برنامجنا سبب بركة لينا وليكم وكل اللي بيشوفونا دلوقتي. بنشكرك لأنه دايما بتدينا المعلومات القيمة، بتدينا عمق في دراسة كلمة الله اللي كلنا محتاجين نفهمها عشان نحيي حياة روحية كاملة أمام الآب. احنا بنستكمل موضوع حلقتنا، بنستكمل الحلقة اللي فاتت كان موضوع الحلقة كيف أدرس الكتاب المقدس. بنستكمل النهاردة الموضوع اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأربع أناجيل. حضرتك اتكلمت ان في طريقة طولية وطريقة عرضية بنقرأ بيها او بندرس بيها كلمة الله. اتكلمت عن الأربع أناجيل، كان كل كاتب فيهم كان بيكتب من منظوره، ازاي بيشوف الحدث، ازاي بيشوف المعجزة، وازاي بيوصفها. عايزين نستكمل في سياق الموضوع دوت، كيف ندرس الكتاب المقدس. تمام، بس بعد اذنك عايز اقول حاجة صغيرة خالص في انت وتي. فضل. الكاتب ما كانش بيكتب من منظوره الشخصي، عايز اوضح للسادة المشاهدين الحتة دي مهمة قوي. كان بيخاطب، اولا كل كلام الكتاب المقدس هو موحى بها من الله يعني، بس في نفس الوقت ما بيلغيش شخصية الكاتب. يعني مثلا في كتاب كتير قوي ظهر في كتاباتهم اخطائهم وضعفهم، لكن ساعة الكتابة كان الروح القدس بيحافظ على الكاتب انه ما يغلطش. يعني الكتابة في حد ذاتها معصومة من الخطأ لأن الروح القدس بيحافظ أثناء الكتابة، لكن الكاتب مش معصوم من الخطأ، بدليل أن احنا شفنا موسى نفسه يعني كتب الأسفار موسى الخمسة وظهرت بعض أخطائه، لكن أثناء كتابة الشريعة أو الأسفار كان الروح القدس بيحافظ على الكتابة نفسها، لأنه الكتاب كله موحى بين الله، كتبه إناث الله القدسين، ها؟ مش موثوقين، هي دي ترجمة ضعيفة، محمولين من الروح القدس أو محمولين بالروح القدس. هكمل معك يعني حلقتنا اللي فاتت، وقلنا إزاي ندرس الكتاب المقدس، وزي ما حضرتك قلتي دراسة طولية اللي هي العادية اللي بندرسها في كل الاجتماعات أو كل البيوت أو الكنائس، لكن هناك طريقة أخرى دراسة عرضية اللي هي التلسكوبية. بمعنى إيه؟ يعني أشوف موقف المسيح مع المرأة في جيل متى، واخدوا نفس الموقف في إنجيل مرقس، في إنجيل لوقا، في إنجيل يوحنا، بتبقى الدراسة شاملة وبتجمع لي الصورة كاملة. إن كان المسيح أو متى كتب عن نظرة المسيح أو موقف المسيح عن المرأة في متى، لها صورة أخرى مكملة مش مختلفة في مرقس، في لوقا، في يوحنا. وقلت لك مثل الحلقة اللي فاتت أفكر بيه السادة المشاهدين، أنه أهم سؤال بتجاوب عليه الأناجيل الأربعة بل الكتاب كله، يعني أنا مش عايز أقول الأناجيل الأربعة بس، العهد القديم والعهد الجديد، لماذا جاء المسيح؟ ده سؤال مهم أوي. أقصد إيه؟ لماذا تجسد المسيح؟ ليه ربنا نزل بقى إنسان زينا؟ قلنا متى قال إيه؟ قال المسيح جه ليس لينقض بل ليكمل، ده الحلقة اللي فاتت. قلنا ينقض إيه ويكمل إيه؟ ما ينقضش إيه ويكمل إيه؟ ما ينقضش إنه قال في الوصية في العهد، مضمون الوصية كلها في العهد القديم أنك تحب الرب إلهك من كل قلبك، يعني مرة يقول له يا إسرائيل، مرة يقول له يا شعبي، مرة whatever، في كل حتة تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. المسيح جه كمل على الناموس ده او كمل على الشريعه دي، مش بس تحب ربنا وتحب قريتك، بل هو هنا التكميل نفسه، واحبوا ايه؟ اعدائكم. تعالي نشوف مرقس جاوب على السؤال ده ازاي. في مرقس 10 عدد 45 يقول ايه؟ لان ابن الانسان ايضا لم ياتي ليخدم بل ليخدم. شفتي اهو ده سبب، اهو ده اجابه كافيه لماذا جاء المسيح؟ أنا جيت عشان أخدم مش عشان أتخدم. عشان كده مرقس
قالها بزاوية تانية. وقال كده لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. خلاص الفدية خلاص، الفداء خلاص، أكمل الناموس في متى خلاص، ويقدم نفسه فدية. يقدم نفسه. تعالي نشوف لقى جاوب على السؤال ده ازاي. في لقى 19:10 قال ايه؟ لأن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. الله، يعني أنا جاي لأي واحد هيهلك ألحقه. لأن لقى خلي بالك بيكتب لناس يونانيين أصحاب فلسفة، ناس يعني يحبوا يفلسفوا الأمور. كمان يوحنا قال ايه؟ اما انا، شوفوا الله لماذا جاء المسيح يا يوحنا؟ قال اما انا قد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. كان الاربع اناجيل بيجاوبوا على السؤال بمضمون ومفهوم واحد بس باشكال مختلفه. انا يعني احب اتامل قوي في كلمه ربنا تكمله لكلامك. يعني دايما مفهوم الاله، كلمه اله يعني يخدم، يعني يقدم له قرابين، يعني يسجد له. لكن قد ايه الهنا رائع انه يرسل ابنه حبيبه وحيده يسوع المسيح ليخدم، ليبذل نفسه، ليصلب. احنا يعني بمناسبة الأعياد وعيد القيامة موضوعنا حلو جدا وشيق جدا، لأنه بيتماشى مع التوقيت اللي احنا فيه، بنفتكر ذكرى المسيح قد إيه يعني اتعذب واتهان واتصلب على الصليب عشان يفدينا، عشان يقدم لنا خلاص. مع أنه الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الفريسين والكتبة أنهم كانوا بيبذلوا مجهود غير عادي عشان يعملوا حسنات ويحاسبوا الله ويدوروا حساب عن أنفسهم. في ناس كانت في عندها جبن ما تقدرش، يعني خايفة لا تغلط، فما كانتش بتعمل حاجة خالص. كانوا بيعملوا أمور كتير مختلفة، ولكن في الآخر ما فيش خلاص، لا خلاص. لكن احنا فعلا يهنانا بالمسيح أنه قدم لنا نفسه ذبيحة حية عشان خاطرنا يدينا الخلاص. يعني تكملة لكلامك يا جان، انت فكرتيني بحاجة. انا بعتذر للسادة المشاهدين، اقول لهم انا وأسرة البرنامج كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الصوم الكبير والايام المقدسة اللي بتعيشها الكنيسة دلوقتي. ويمكن الوقت اخدني، وانا سامحوني اني ما هنتش كل اللي بيشوفونا دلوقتي. يعني نكمل تاني ونقول انه هذه الدراسة من الكتاب المقدس توضح الموقف أكتر، تاخدي دراسة عرضية مش بس لماذا جاء المسيح، تقولي مثلا أنه موقف المسيح من الأمم في الأربع أناجيل، موقف المسيح من اليهود، خد بالك البيئات المختلفة، خدي بالك اللي اتقالت فيها أو اتعمل فيها المعجزات. في ساعات كان بيعمل معجزة جوه البيت، ساعات على الجبل، ساعات في الطريق وهو ماشي، ساعات في الهيكل لما الست صاحبة الفلسين لمسته وقال لها يعني، والمنحنية لما قال لها، يعني كل ده يساعدك في الدراسة العرضية. لكن هتقولي لي طيب ايه مضمون او هدف الدراسة؟ بصي هقولك على آية جت في الإصحاح الأول من سفر الرؤيا، هي دي مضمون الكتاب كله، ودي تشجع أي واحد ما بيقراش الكتاب يقرأ. بيقول في رؤية 1:3، انت عارفة سفر رؤية ده سفر نبوي، يعني مش تاريخي ولا مش مكتوب على الأرض، ده كل الأحداث بتاعته كانت في السماء، وربنا قال لي يوحنا اكتب ما رأيت، لا تزود حرف ولا تنقص حرف. ربنا في بداية سفر رؤية قال آية حلوة قوي يا جان، قال طوبى للذي يقرأ. خدي بالك يبقى أول مرة ايه؟ يقرأ. ويقرأ احنا خدناها في الوصايا العشرة اللي هي ازاي تقرأ الكتاب المقدس. وللذين يسمعون، يبقى تاني مرحلة اسمع أقوال هذه النبوة ويحفظونها. يبقى قراءة سمع حفظ. يقول ايه بقى؟ لأن الوقت قريب. كلمة لأن الوقت قريب دي معناها ايه؟ يعني استعد، الوقت جاي. انا بنصح اي واحد عايز يدرس الكتاب المقدس
يحط الآية دي شعار في حياته. أول حاجة القراية هتطوبك. يعني إيه تطوبني؟ يعني يا بختك، كلمة طوبة يعني يا بختك أو يا هناك أو يا سعدك، ده مش على الأرض، ده في السماء. تاني حاجة هتقول لي ما بعرفش أقرأ، اسمع. والنهاردة مع التكنولوجي في سيديهات الكتاب المقدس بيتقدم خدمة رائعة، وانت في العربية تقدر تسمع كتاب المقدس من غير ما تبذل أي مجهود. ولو في ناس عندها مشكلة في الوقت ان هو بيصحى بسرعة، بيقدر يعني بيروح شغله بدري وما عندوش وقت، ممكن يستخدم الطريق الطويل ساعة ساعتين انه يسمع كلمة الله عن طريق السيدي ويرجع تمام. في نفس الروح ديت حتى هيلاقي اليوم كله بركة ويلاقي اليوم مختلف. يبقى تاني مرحلة اسمع، صح، اقرأ لو بتعرف تقرأ واسمع. ثالث مرحلة احفظ. يعني ايه احفظ؟ يعني اعيش الآية. مش لازم احفظها كنصوص زي الكتاتيب زمان، لا، يعني اعيشها. لان الكتاب قال عيشوا كما يحق لإنجيل يسوع المسيح. وممكن يا استاذ بشاي احنا نقترح حاجة برضو، يعني انه كل يوم انا مثلا قريت اصحاح وفي آية في الاصحاح دي اركز عليها واخدها طول اليوم، ان انا احاول دايما، يعني مثلا لو آية مثلا عن الغفران ورحت الشغل وفي حد حصل مثلا بيني وبينه اي موقف محتاج انك تغفري، هي دي كلمة احفظ، افضل ارددها في ذهني طول النهار، فهدرب نفسي انه لو حصل موقف ده انه افتكر كلمة الله قالت لي اغفر، فمش هشيل جوايا وابتدي اعيش في سلام مع اللي حواليا. كل يوم اخد آية، كل يوم اخد آية على مدار السنة هيحفظ كتير من الآيات وهنعيشها بالظبط وهنطبقها. ومش كده وبس، كمان الحفظ يديك أمان. يعني الآية هتحفظك، لأنه زي ما قال بولس الرسول، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وهي خارقة بين النفس والروح، فاهمة؟ يعني واقفة. لو الكلمة دي راحت ناحية الروح هتبقى حياتك كلها روحية، لو راحت ناحية النفس تبقى حياتك كلها جسدية، خد بالك؟ فيعني فأنا أربع حاجات مهمين قوي قوي عشان تدرس الكتاب المقدس. اقرأ، هتقول لي ما بفهمش، اطلب الفهم فليعطيك الرب فهما. اتنين، اسمع. اسمع بمعنى ايه؟ بمعنى انه دخلة تحت بند اللي مش فاهمه تدور على تفسير حد بيقوله فبسمعه. احفظ عيش، لأن الوقت قريب، يعني استعد. وكلمة استعد دي طبعا تحتها حاجات كتير قوي، عشان تبقى في حالة استعداد دائم وفي حالة انتظار العريس. تخش تحتها بند التوبة. وعلى فكرة التوبة كلمة بقت تخوف الناس، أو الناس سمعتها كتير، لكن التوبة مش تكفي. خدي بالك من الحتة دي، مهمة قوي يا جان. مش كفاية مشاعر التوبة، ومش كفاية أفكار التوبة. الاتنين دول ما يساعدوا، بس الشيطان عايزك تيجي عند المشاعر والأفكار وستوب. يعني ايه؟ تقف، ما تكملش، أتكملش. ما تاخدش الخطوة الفعلية. برافو عليك. مشاعر، يعني ايه مشاعر؟ يعني مثلا واحد طول عمره عايش في الخطيه وحزين وندمان على العمر اللي راح، ومشاعره عمال يسمع عظه في الكنيسه، مشاعره تلتهب، بعد شويه مشاعره تطفي. افكار، فكر زي فكر الدينونه مثلا. ربنا قال في الكتاب ان احنا هنيجي في يوم من الايام نقف قدام كرسي القضاء، نقدم كل واحد حساب عن نفسه. او فكر ان المسيح مصلوب على الصليب وتألم من أجلي. كل دي أفكار تساعد على التوبة، بس دي هي مش كفاية. مال إيه؟ تكمل التوبة بإيه؟ أخد قرار. القرار بيحتاج منك أربع نقاط. أول حاجة قرار ترك. عارف يعني إيه قرار ترك؟ يعني لازم تتركي حاجة من أجل المسيح. يقول كده فليترك الشرير أفكاره، إذا كانت فكرة مسيطرة عليك أو خطير لازم تتركيها. ترك، خدي قرار ترك. على سبيل المثال، لو اي حاجه مسيطره عليكي، فهماني، لازم وبعدك يا ربنا لازم تتركيها. هديك اكزامبل بسيط واحد بس عشان الوقت بتاعنا. زكى العشار كان اللي مسيطر عليه كله فلوسه، لكن لما المسيح قال له زكى انزل،
هاجي عندك البيت، اول حاجه عملها زكا ايه؟ ترك ايه من اجل المسيح؟ فلوس. قال ايه؟ قال انا هعطي نصف اموالي للفقراء، وان كنت وشيت باحد اعطيه ايه؟ أربعة أضعاف. خلص، ترك، قرار ترك. المسيح قال له ايه لما خد هذا القرار؟ زكا قال له اليوم يكون خلاص لهذا البيت. تاني قرار، انا بتكلم تحت بند ايه؟ التوبة، لان الوقت قريب، استعد. وفرصة في الصيام الكبير ان الواحد يراقب نفسه ترك ايه من اجل المسيح. تاني قرار، قرار تركيز. خدي بالك، قرار تركيز بمعنى ايه؟ ما تزعلوش مني وانا اقولكم، يعني عشان محدش يزعل مني بصراحة، يعني احنا لغاية امتى ما بنذاكرش وبنركز في الانجيل؟ لغاية امتى ما بركزش في القداس؟ لغاية امتى ما بركزش وانا بقرأ او بسمع كلمة ربنا؟ فمحتاج تركيز، ركز. تالت قرار، قرار تبعية. يقول كده ينبغي ان نسلك كما سلك زك. امشي وراء المسيح، اتبع المسيح، شوف المسيح كان بيعمل ايه مع الناس وهو على الارض، اعمل زيه. ان كان طويل البال خليك طويل البال، ان كان رحوم ارحم، ان كان محب قدم محبة، ان كان بيغفر اغفر. هو ده قرار التبعية. ينبغي ان نسلك كما سلك زك. اخر قرار، قرار تغيير. معلش سامحوني، كام صوم كبير عدى في حياتك؟ وراقب نفسك، هل بتتغير؟ هل ولا انت زي ما انت؟ هل نظام يومك اتغير؟ اذا كنت عصبي بطل العصبية، اذا كنت بتصحى متأخر اصحى بدري في الصوم الكبير، خدي بالك. اذا كنت ما بتدققش في يومك دقق، عشان كده بيقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحماء. ايه؟ لان الوقت قريب، لكن مفتدين الوقت، لان الايام شرير. في حاجه كتير قوي طبعا الوقت مش هيساعدني، في بقى تحت كلمه استعد، في الصلاه، في الصوم، في التناول، في ممارسه الاسرار الروحيه. انا هكمل يعني كلام حضرتك. زي ما قلت كمان في حاجه، لو مش قادر، يعني في حد يسمعنا دلوقتي يقول لي طب انا مش قادر اخد قرار الترك، في حاجه في حياتي مش قادر اتركها. انا بضيف على كلام حضرتك، بقول انه قبل ما اخد القرار، او انا عندي الرغبه، احنا اتفقنا انه في ناس عندها النيه وعندها الرغبه وعندها المشاعر زي ما قلنا، لكن مش قادره تاخد القرار. قبل ما اخد القرار اصلي ربنا، اقول له اديني نعمه، اديني نعمه ان اقدر امتنع عن الشيء اللي انا مش قادر امتنع، اديني قوه. وعشان كده في ايه بتقول بالنعمه انتم مخلصون، مش معناها يعني بالنعمه انتم مخلصون تاخد برضو نفس المعنى اللي هو النعمه هي اللي بتساعدني ان اخلص من الامر اللي في حياتي او الامور اللي في حياتي اللي انا مش قادر اخد قرار بالامتناع عنها. بالزبط. فلما هتصلي هيقدر الله يدي لك النعمه والقوه انك تمتنع عن الشيء اللي انت مش قادر، لكن بنفسك بارادتك انت مش هتقدر تمتنع. ده كلامك يتلخص في ايه واحده؟ بدوني لا تقدرون ان تفعلون شيء. بدوني يعني ايه؟ يعني يا رب احنا قوتي لو على القرار، اذا كان ترك او تركيز او تبعيه او تغيير، مش هقدر اعمل حاجه، انت اللي تساعدني اعمل. طب تساعدني بايه؟ بالنعم. بالنعم. وكان ابونا بشوي اتكلم في اول برضو الصيام، بمناسبه الصيام كان بيقول الصيام مش معناه الامتناع عن بعض انواع الاطعمه، مش هو ده الهدف من الصيام، ولكن زي ما حضرتك بتتكلم بتقول انه كان ابونا بشوي بيقول انه الصيام، ابونا بشوي عزيز الصيام هو اتغير في حاجات في حياتي اتوب عنها، هو ده الصيام الحقيقي، امتنع عن الخطيه وليس الامتناع عن بعض انواع الاطعمه. فربنا يساعدنا كلنا ان احنا نمتنع عن طبعا يعني انا عايز اقول انه الجسد، خدي بالك على حته الاطعمه دي اوضحها بس. طبعا الاهم من صوم الاكل وصوم صوم الفكر، صوم النظر، صوم السمع، صوم اللسان، صوم كل ده القلب. مهم جدا، بس انا عايز اقول حاجه اوضح فيها اهميه صوم الجسد، ليه دور برضو في اليوم الاخير. كلنا هنقوم باجساد ايه؟ نورانيه ممجده.
إن كانت الروح هتكافئ عن أعمالها وهي على الأرض، وبرضو الجسد هيكافئ. ليه؟ لأن شارك الروح في الجهاد، لأنه ده مشاركة. الجسد تعب مع الروح بالصوم بالصلاة بالمطانيات بالخلوة، كل ده كان فيه مشاركة للروح بالجسد. عشان كده بولس الرسول يقول إيه؟ مجدوا الله في أجسادكم. واخدين بالك؟ واخد بالك؟ وبعدين يقول كمان إيه؟ يعني الجسد ليه دور، ليه دور مش ومهم جدا. عشان كده هيكافئ في اليوم الأخير في القيامة الأخيرة، كما تكافئ الروح هيكافئ الجسد ويقوم بجسد نوراني أو جسد ممجد. ده معناه يعني في ناس، في ناس مثلا فاهمة أن الحياة الروحية أني أنا جسدي يعني إيه، مش أنفيه بس يعني ألغيه أو أحاول دايما أكبته أحاول لا، ده معناه أنه هو نفس الجسد، بس هيستخدم إزاي؟ العين هي بس بدل ما هتنظر نظرة شريرة لأمر معين، لا هتنظر له بنظرة المسيح. الودن هي بدل ما كنت بلوثها وبسمع بيها يعني كلام ملوث من العالم، هسمع بيه كلمة الله وصايا الله. كل حتة في أو كل عضو في أعضاء الجسد ممكن أستخدمه بس لمجد الله، لما يرضي الله، مش هموته، مش هلغيه. هو مشترك مع الروح، بس إزاي يستخدم؟ أقول لك أحد الآباء القديسين قال إيه في الحتة دي، حتة الجسد والروح، شبهها تشبيه حلو. قال هنجيب أسد ونسر، أوكي؟ وهقعد فترة طويلة هأكل الأسد بس، مش هأكل النسر. الأسد يحصل له إيه؟ هيقوى، تمام، هيتخن، تمام. فلما يقدر الأسد ده يقوى بالأكل، يقدر يجذب إيه؟ النسر اللي هي تقدر ما تقدرش تطير، لأن ما بياكلش. هو شبه النسر بالروح والجسد، أو الجسد بالأسد. طيب تعالى نعمل العكس، لو أكلنا النسر وما أكلناش الجسد، الجسد النسر يقدر يشد إيه بي؟ الأسد. ليه؟ لأنه ضعف، لأنه ما بيأكلش. هكذا غذاء الروح مهم جدا مع غذاء الجسد، بس يبقى الجسد مسيطر، الروح مسيطرة على الجسد. دي حتة الصيام والكتاب. طبعا كلام أبونا بشوي أنه يحط بالدرجة الأولى التركيز على صيام الحواس، هو ده اللي كان عايزه المسيح. لأنه أنا يعني بضيف، ماذا ينتفع الصوم؟ خدي بالك، وأنا صايم عن الجسد وباكل في لحوم البشر بالإدانة بالخطية بالحواس بالنظر. ده تشبيه رائع، تشبيه رائع. كتاب مقدس بتاعنا، مش عايز أقولك من أروع الكتب وأروع شخصية جت فيه، هو كتاب السيد المسيح. أنا هدي ملاحظة صغيرة تحبب الناس أو تساعد الناس في الكتاب المقدس. السيد المسيح عاش كام سنة على الأرض؟ 33 سنة وتلت. كل اللي جه في الكتاب المقدس في 30 سنة الأولانيين، عارف يعني إيه 30 سنة الأولانيين؟ يعني 11,000 يوم. معايا؟ معاك. يعني في أول من أيام اتولد المسيح لغاية سن الـ30 عاش 11,000 يوم. عارفة اللي جه في الكتاب المقدس كم يوم من الـ11,000 وهو عايش على الأرض؟ ذكر عن أعماله يعني؟ اللي جه، اللي جه، اللي أشار إليه الكتاب المقدس، 8 أيام. طيب ده بيفكرني بحاجة وأنا بدرس الكتاب المقدس. سمعنا أو قرينا أن المسيح دخل الهيكل وهو عمره 12 عام مع والديه. يس. وبعدين سمعنا عن خدمته وهو المعجزات اللي عملها والخدمة اللي قام بيها، عن كان عمره 33 سنة. ليه الكتاب ابتدى صح، برافو، ابتدى 33 سنة؟ ليه الكتاب ما ذكرش المرحلة اللي قبل 12 سنة وهو عنده 12 سنة، كل يوميات المسيح حياته على الأرض، وما ذكرش ما بعد، أو سوري، ما قبل ال 33 سنة؟ سؤال حلو قوي حقيقة، وده ساعدنا نحب الكتاب أكتر. يعني شوفي، تخيلي رغم كمية التفسيرات والدراسات، إلا أنها بتتكلم عن 8 أيام غير الثلاث سنين بتوع الخدمة. إيه الثمان أيام دول اللي جنبه في الكتاب؟ أنا بتكلم على الكتاب. أول يوم، يوم ميلاده، لما زاروه رعاه وقالوا إيه؟ اليوم قد ورد لكم مخلص ابن داود.
ادي اول يوم. تاني يوم لما المجوس جم زاروه وقدموا له هدايا. تالت يوم لما امه اخدته وهو عنده 8 ايام عشان يختتن. تالت يوم يوم ما اتكرس فيه شريعه، عشان كده رابع يوم، ده كده رابع يوم التكريس. رابع يوم سوري اتكرس، لان في شريعه عند اليهود تقول ان الطفل لازم يتكرس في سن 30 يوم. عشان كده في انجيل لوقا اصحاح 3 يقول ايه، ولما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنه وعمل كل الشريعه قبل كده. احنا ده رابع يوم. خامس يوم يوم التطهير بتاع العذراء، اذا كان ولد طهر عند 40 يوم، كانت بنت يبقى 80 يوم. بعد كده احنا وصلنا 6. لا قلنا تاني، نقول تاني معلش. اول يوم ميلاد، يوم الميلاد وزاروه الرعاة. زياره الرعاة كانت لا هو يوم واحد لما اللي هو اتنين لما زار المجوس، 3 لما اختتن 30 يوم بتوع التطهير، بعد كده تكريس، وبعد التكريس 30 يوم، والتطهير 40 يوم، وبعد كده هروبه من مصر، وبعد كده عودته من مصر. دول اللي كانوا السبعة أيام. اليوم الثامن اللي هو يوم السؤال بتاعك اللي راح فيه الهيكل وهو سنه 12 سنة. إيه حكاية ال 12 سنة دي؟ وليه راح؟ وليه الكتاب ذكر 12 سنة؟ هقول لك ليه. كل اليهود في العالم عندهم مجامع، المجمع اليهودي أو المعبد بتاعهم. كان في مدارس ملحقة بالمجمع زي الكتاب كده. كان اليهود يودوا ولادهم الكتاب ده أو المدرسة دي. كان الولد يخش في سن 4 سنين، يقعد من 4 سنين ل9 سنين يحفظ أجزاء كبيرة جدا من أسفار موسى الخمسة، وبالذات سفر التثنية كله يحفظ كتاب. وبعد كده ينتقل من 9 ل12 يحفظ باقي الأجزاء والشروحات والتفاسير. يبتدي يعرف في السن ده ربنا عايز ايه من الناموس، عايز يقول لنا ايه من خلال الناموس، قصد ربنا ايه مننا. اول ما يخلص ال 12 سنة دول يروح كل اليهود في العالم يجيبوا ولادهم ويروحوا في الهيكل في اورشليم، حفلة احتفالية كبيرة جدا. شوفي بقى من جميع انحاء العالم، وكل ولد يجي ومعاه ابوه وامه ومعاه اهله ومعاه قرايبه ومعاه حتى جيرانه يحضروا الحفلة دي. عارفة زي ايه دلوقتي؟ حفل تخرج. ويقف الاب ماسك الولد في ايده ويقف قدام رئيس الكهنة ويقول لرئيس الكهنة ايه اول حاجة يعملها، ايه يروح سايب الولد من ايده ويقول له ابني انا لست مسؤول عنه في من هذه اللحظة، ابني يحفظ الناموس. ويروح رايح خطوتين لورا ويطلع الولد خطوتين لقدام يسأله رئيس الكهنة يقول له انت حافظ الناموس؟ اه. ويبتدي يسأله كام سؤال يتأكد ان هو حافظ ايه الناموس. اذا عدى ونجح خدي بالك يلقب هذا الولد بابن الناموس او ابن الوصية. طب يستفاد ايه؟ لو خد هذا اللقب من رئيس الكهنة يحق له ان يقعد مع المعلمين يحاورهم ويناقشهم في الهيكل. اللي ما خدش اللقب ده ما يقعدش، قبل اللقب ده يقعد في الهيكل بس ما يقعدش مع المفسرين ولا المعلمين. عشان كده السيد المسيح يقول عنه الكتاب كان ينمو الصبي ليه؟ وكان يجاهر وابهر الكثيرين لما وقف وقرا سفر اشعياء، واخد بالك؟ ولما كان يحاور الناس كانت الناس بتستغرب. عشان كده يلقب من هذه اللحظه بابن الناموس او ابن الوصي. عشان كده العذراء اخذته في سن 12 سنه. وده يعني لو كان فيه هيكل كانوا هيعملوا كده. لو كان عندهم رئيس كهنة دلوقتي كان هيعملوا كده. لكن دلوقتي بيعملوا حاجات كده، اقول لك انه بيحفظوا الولد طبعا في المدارس بتاعتهم الناموس وما زال محتفظين بيه، لكن بتتعمل حفلة. انا شفت حاجة كده ما اعرفش مدى صحتها ايه، قدام حائط المبكى بيعملوا الحفلة اللي خرجوا فيها الولد ويقرا قدامهم ويبين ان هو عنده الناموس. ده الكتاب. لكن انا عايز اقول لك حاجة، اين انا من الكتاب المقدس؟ هل انا ابن للكتاب؟ هل انا ابن للوصية؟ هل انا ابن للناموس؟ هل يستحق ان اقول عن نفسي انا ابن للمسيح وما اعرفش الكتاب المقدس؟ لا. عزيزي المشاهد،
يلي بتشوفني دلوقتي، أرجوك تسعى من أجل إنك أنت تغوص شوية في الكتاب المقدس حتى يقال عنك إنك ابن للوصية وابن للمسيح. وبكده يمكن عشان وقتنا قدرت أجاوب على السؤال ليه المسيح راح سن 12 سنة للهيكل مع أمه العذراء مريم ويوسف النجار. واحنا بنشجع كمان اعزائنا المشاهدين وبنشجع انفسنا معاهم انه زي ما العذراء وزي ما كان المسيح بيتعلم من وهو طفل لغايه 12 سنه ازاي يدرس الناموس وازاي يدرس الوصيه، يا ريت احنا كمان نقدر نعمل ده مع اولادنا في الزمن ده. يعني كان اتفضل. بس عايز قبل ما نخلص الحلقه انه المسيح ابتدى الخدمه بتاعته من سن ال 30 لغايه 33 وثلث. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي يا جيهان، واقول للساده المشاهدين خدوا بالكم في الثلاث سنين وثلث دول ثلث الانجيل ركز على الاسبوع الاسبوع الاخير اللي هو اسبوع الالام. ليه؟ لان المسيح قال جئت من اجل هذه الساعه. المسيح ما كانش جاي عشان يورينا عضلات منه انه يعمل معجزات يشفي مرضى يقوم موتى، لا ده ما كانش الاساس. الاساس ان هذه الساعه، ما هي الساعه؟ اللي هي الصليب. عشان كده من اول ما ثبت وجهه على اورشليم بدات المعركه بينه وبين الشيطان عشان يعطله عن الصليب. تمام. طيب عشان كده قال انا جئت من اجل هذه الساعه، ودي الهمت. احنا هنستكمل موضوعنا دوت الحلقه اللي جايه، لكن احنا وقت حلقتنا خلص، وبنوعد الساده المشاهدين احنا الحلقه الجايه هنستكمل او هنتكلم في نفس الموضوع. بنقول للسادة المشاهدين كلهم يا رب انه كل كلمة النهاردة اتقالت تكون سبب بركة لينا كلنا، سبب قرب من كلمة الله او كلمة الله تساعدنا ان احنا نقرب من ربنا ومن وصيته علشان ننال في النهاية الحياة الابدية. بشكركم اعزائنا المشاهدين لمتابعتكم لبرنامجنا، والى اللقاء في حلقة تانية من برنامج حياتك في كتابك، وربنا يكون معاكم. حياتك.